ברוכים הבאים רבותיי, המתעלם בעזרת השם פרשת בהר בחוקותיי ולעשה ולשיעור להצלחת שמואל בלינדה בעזרת השם. אללה יוואפוי אווי ויעטי פרנסה אלו לכל עם ישראל מעתזים. מנחב נפתח על שיעור בעוסה אלי באולה רב שלום שבדרום. אלעוסה איחנה מנערפה כנם שאני מספר יונה. יונה בישוף إنه في موج بالبحر الناس هلا ما عارفين شو يساو من شانها ونياح الشبالي الشابير السفينة اللي قاعدين فيها اللي كلهم كانوا عبدة عبودة زراء قويم قاعدين فيها والسفينة راح تنكسر. يونا بيقول لهم لازم تعرفوا ليش في موج البحر، أحسن شي شو تساو خدوا قرالوت كتبوا أسامي كل واحد اللي هون بالسفينة حطوا بالطاسة ولازم تشوفوا لمين بشلمي هالسعر الزي ليش في هالموج البحر وليش في هالمشكلة العواصف بهوا. ويونا ربطا شو بيساوي؟ بينزل تعب من السفينة من أو من بيس من يعني من السفينة ويشكب ويردم رح ينام. لما طلع بالآخر اسم يونا إجا رابا ملاحين يعني الكابتن تبع السفينة نزل لعنده قال له بين آدم ملي خان يردم كوم كرائل إلهيخا ليش نايم انت بنص الموج والعواصف انت نايم طلع لبرا. لما طلعوا لبرا قالوا له ايمي زي عام اتا، قالوا له انت شو اسمك من وين جاي ولأي شعب انت تابع. ربوتاي بيقول رب شعره مش بدرون اسمه اوكي لازم يعرفوا من وين جاي لازم يعرفوا. ليش سألوا ألبرت؟ سألوه لأي تدربه لأي شعب أنت شياخ، يعني من أي أمة أنت، من أي دات أنت، أي دين أنت. بيقول رب شعره مش بدرون ليش سألوه أي دين هو؟ منشان هلا كل الناس بالسفينة شايفينه في موج في عواصف كلن خايفين كلن عم بيموتوا رعبة مثل ما بيقولوا. يونا شو بيساوي؟ بينزل تحت على السفينة وبينام. بيقولوا أي أمة بالعلام وأي دين بالعلام بيناموا بنص المصايب بنص المشاكل بدروا يناموا. بعدين قال لهم يونا قال لهم إتها إلهيم أني يا ري أشير عسى إتها يام وإتها يباشا. أنا بخاف من ربي، ربي اللي خلق البحر وخلق الأرض. شو قصده بهالكلام؟ بيقول لهم يونا انتم مفكرين انه هي عجيبة بس انه احنا قاعدين بالبحر؟ تعرفوا انه عجيبة كمان انه احنا نمشي على الارض؟ منقولها كل يوم ربوتاي ركعها ارتس على هماين. شو يعني ركعها ارتس على هماين؟ يشتبح شمو بورع علام بياخد الارض وبيحطها على البحر. بس حسب الشالوم شلون اداع بالثانية باللحظة واحدة بورع علام بيقدر يفتح الأرض وكل اللي قاعدين على الأرض ينزلوا من تحت الأرض. بيقول لهم يونا هي مو عجيبة؟ انتوا عم تستغربوا، انت بالبحر يونا ما عم بيصير لك شيء، شلون بتقدر تنام؟ انا عم بقلكن انه انا بآمن بربي، انا بخاف من بورع علام وبنتكل عليه اللي خلق البحر واللي خلق الأرض. ربوتاي من هون ناخذ الجمله اللي احنا كنا بنعرفها ان عود من اللي بده وحكينا عليها كثير، وضم الشعور هذا لازم نحكي عليها من شان الباراشات تبعنا. باراشات بهار بتحكي على الزلمه اللي عنده حقله، 6 سنين بيشتغل بالحقله، 6 7 حرام ياكل منها، 7 8 ما ياكل منها. بيجي بورع علام بيقول له بس ما تخاف رح اعطيك بالسنة التاسعة رح اعطيك اكل تكفيك 6 و7 و8. سو هي لازم واحد اذا بيآمن بربه اوكي بيرضى بهالكلام، بس واحد اللي ما له مآمن بربه رح يآمن انه انا اخلي الارض ما اشتغل عليها سنة كاملة، اخلي الناس افتح الارض للناس اللي بدهم يجوا ياكلوا من الارض بلاش؟ مين بيقدر يآمن بهالشغلة إذا ما عنده إيمونات بورع علام بأين عود من اللي بده؟ هيك عم بيعلمنا يونا، عم بيعلمنا أنا بخاف ومتكل ببورع علام وعندي إيمونات فيه اللي خلق الأرض واللي خلق السماء واللي خلق البحر خلق كل شيء، أنا بإيديه لبورع علام، إذا أنا بإيديه على شو أنا خايف؟ الحبوط اللي ببوت بيقول
מי שבוטח בהשם, ואחד אני בנתקל בבורי עולם, אינו דואג משום דבר. מה בחף מנשי? מה בכון אלאם, אולמו? אלאם. מן אישי בלעולם, ליש? זה כשם שהוא בוטח בהשם, שיעריך לו את חייו, כל ואחד ענדו סיכה בבורי עולם, ובנתקל בבורי עולם מיה בלמיה, אינו בורי עולם נחיתבול לו חייתו. ולא ואחד ברוח בינם בליל, בחוף אינו לחימות בוקרה. כל ואחד בנתקל בבורי עולם, אינו בורי עולם נחיתבול לי חייתי. להעיש כאקון חתיאר, אג'ווז אולדי, אקון ענדי אולדי אולד. כל ואחד ענדו האמונה בבורי עולם, סך? כך הוא בוטח עליו שיזמין לו יחד עם חייו גם את פרנסתו ואת מוזנו. מתן מה בתנתקל על הבורי עולם אלי חלאק לחיתבול לך חייתק ויחתק חיית מניחה, כמה לעזם תנתקל עלי אינו למזונות ולפרנסה ולמסארי כמם בעידו וביעתיק. מתן מה פימטר ביעול, מי שברא יום ברא פרנסתו. אלי חלא אל נהר חלא المصاريف تبع نهاريتا. المعنى خلق بوري عولام وخلق كل مصاري اللي انت عايز وسط نهار من شان تقدر تعيش فيهم. ربو تبدي إلكن شغلة مو معقولة. قالوك أتا أدوناي إلو هينو ملخ ها عولام شاكل نياب برو. רבותיי, מו מעול לבורי עולם אלי חלאנה יתרק נהק בל מי דירבה לו עלינה. מו מעול לבורי עולם מו כל עד אכזר אבדה מתל מה העלם בפקרו עלי. בורי עולם מנו אסי יחלה לאנסן ויחלי רוח יעיש לחלו אנתקל על הנפסה וג'יב מסארי תחלק. מו מעול לבורי עולם לחלק ליום ברא פרנסתו לחלק נהר חלק المصاريف اللي لازمك والمصاري اللي لازمك لنهار تبعك. الشغله الوحيده اللي لازم يكون الانسان لايق، شو قلت الكلمه؟ الان هي شو انا عم بسايب بحياتي تارد لهم معروف لبوري علام واتشكره على كل خير اللي عم بيعطيني. هيك بيقول حبوت اللي ببوت. ما تكون خايف من ابدا من اي شيء، مصاري بايد بوري علام، حياة، مرا، أولاد، عيلة بإيد بوري عولام. الشغل الوحيد اللي بإيدك شو أنا عم بردله لبوري عولام أتشكره على اللي بوري عولام بيعطيني. ربوتاي دي إلكن شو بيقول رب زوشا من أنبولي مبارح بالشعور، سوينا شعور مبارح وسألنا سؤال، إذا بوري عولام كاتب علينا برشنا كل مصاري لازم يكون عنا وسط السنة. سلام عليكم. سلام عليكم. إذا بوري عولام بكتب علينا من رش شنا المصاري لازمنا وسط السنة، ليش أنا لازم أصلي لبوري عولام؟ إذا مكتوب علي ليش أصلي؟ ما لح أزود ما لح نقص. وشفنا من البني شحاي اللي بيقول بني شحاي من شان كل كلمة صلاة اللي عم طلع انت من تمك عم تساوي له مثلا طاسة من شان ينزل لك بوري علام البرنسة فيها. اذا ما بتصلي وين لح ينزل بوري علام؟ بينزل البرنسة، بس وين لح تروح البرنسة؟ كل كلمة بتساوي انت كالي. بيقول رب زوشا هون على الموضوع تبعنا على الامناء والبتحون ببوري علام، بيقول بوري علام بده يعطيك، بوري عولام بده يعطيك ويعطيك ويعطيك على حسب قديش امونة وبتاحون عندك انت ببوري عولام. انت عم تبني وعم تساوي تسينور. تسينور يعني بوري، بوري اللي عم تصله بين هون وبين بوري عولام، وبهالبوري بينزل لك بوري عولام كل البرنسة. كبرت الامونة تبعك بوري عولام، كبرت البوري والعمود وهالمطرح اللي بيقدر بوري عولام ينزل البرنسة. خففت الامونات تبعك بوري علام، سويت البوري صغير، وشو بيصير؟ عندك مشاكل بالبرنسه، عندك وجع راس،
قويت الأمونة قويت البرناسة وكل شيء بالحياة. مشان تعلمنا كلمة سينور. سينور يعني هالبوري. سينور الشفع من نفس الأحرف تبع راتسون. سينور تنكتب سادي نون فاف ريش. راتسون يعني رضا. ريش سادي فاف نون. قدش ما انت راضي بكل شيء اللي بيبعت لك بوري علام تنتكل على بوري علام اكتر واكتر واكتر بالامونة بالتحون بتعمر انت وبتكبر هات سينور مش هينزل لك بوري علام الشافع والبرناسة. ونفس الشيء بيقول اخوه لرب زوشا اسمه رب إلي ميلخ من الجانسك بالمصحف تبعه نعم إلي ميلخ. بوري علام لما ينزل الملنا عم يسائل ببرجات بالشلاح بيقول له بوري علام لموشي ربينه روح قل له لعم إسرائيل هنني ممتير لخيم لحم من الشمائن لحنزلكم مثل المطر خبز من السماء. فيكو بس فيكو ربوتاي لحاله بليز فيكو ليك عم بطلع فيه هو بيعرف هنني ممتير لخيم لحم من الشمائن فسلي الباسوك هنني أنا هون جاهز ممتير لخيم عم لا ما انا مكتوب لح اعطيكم لا ما انا مكتوب لح انزلكم عم بنزلكم ممتير ربوتاي بالعبراني بلشنا كودش الماضي بيقولوا ممتير يا الحاضر بيقولوا ممتير للمستقبل بيقولوا امتير لح انزلكم هون شو مكتوب هنني ممتير عم بنزلكم هلا بالحاضر بيقول مصحف نعم إلي ملخ بوري علام استعمل كلمة هناني ممتير كلمة هناني شي يعني هناني موشي موشي ويومر هناني يعني رشي بيقول جاهز دايما أساوي شو ما أنت بدك بيقول بوري علام هناني أنا جاهز ممتير المصاري جاهزة البرنساء الأكل الخير الشافع البرخاء كله جاهز هناني بس انت لازم تفرجيني الامونات تبعك هناني ليك عاد البناسة هون ممتيد نزلة بس فرجيني قديش امونة عندك فيني لما عندك امونة فيني بعدين بنزل لك اللاحة من الشمايم من الخبز يعني الخبز يعني البناسة والشافع وكل توب تعرفوا ربوتاي الربي ميبونوفيتش الربي ميبونوفيتش زيخ صديق الكادوش لبرخاء كان يدور بكل العلام منشان يلم مصاري للشيفا تبعه مرة كان هو بألمانيا بفرانكفورت راح هناك عن حاخام اسمه ربي يعقوب روزنهايم هذا الحاخام قال له يا حاخام بونوفيتش أحسن لك أنت تقعد هون بالبيت عندي تعلم تورا بلا لك الوجع راس عم تلم مصاري من هاد لهاد أنا بعزم كل العشيرين بكل البلد يجي لهون على البيت وربو حاخام بيعطوه كشكات ليش لا عود تعلم تورا خلي كل وجع راس علي قال الحاخام منيحة خطة منيحة فكرة منيحة وفعلا هيك صار الناس العشرين بلش يجوا كل واحد يشوف انه في يشيفا طلعوا على الصور تبع اليشيفا الحاخام بيقولون عن يشيفا يكتبوا له تشيك كتير منيح بس كان في واحد عشير دني لقطو تعرفوا بكل كهيلة بكل مطرح بكل كنيس اذا عندهم هالعشير خلاص هالكنيس منيحة كل اللي ناقص بالكنيس هو بيملي كل اللي ناقص بالكنيس سو هذا العشير دون يسناولوه يلقطوه بس ما عم بيدور له تليفون ما عم بيجي بالاخر اجا لعند بيت الحاخام قال له الحاخام بونوفيتش اسمع حاخام انا بدي اساعدك وبدي اشوف الصور تبع الشيفا وبعطيك تشيك بس انا ما عندي وقت حاخام انا بتعرفني انا ايش عساكين انا انسان بزنس دائما بزنس على افكاري ما عندي وقت الا اقعد معك واشوف الصور بس بعطيك فكرة يا حاخام بكرة بالصبح أنا لحروح من هالبلد بالقطار لمطرح تاني ساعة 8 يا حاخام إذا أنت بتجي على الموقف القطار بكرة قبل ساعة 8 قبل ما أطلع أنا على القطار بشوف الصور مع بعض تحكي لي على الشيفا وبعطيك شك والحاخام بده مشان هاد زلمة عاشير قال له أي ساعة بكرة قال له ساعة 8 بكرة قال له أوكي فيري جود الحاخام نام تاني نهار الحاخام فاق ساعة 7 بالعاده الحاخام بفيق الساعه 5 بالصباح قال لحاله شو معي سريت فقت الساعه 7 وهلا عندي مشكله من هون القطار تاخذني اكثر من ساعه وعندي مشكله ثانيه لسه ما صليت ولهلا خابت تقول
حرام واحد قبل ما يصلي يشتغل. شو أساوي الحكام؟ قال أروح أصلي أروح عليه المقابلة مع هذا الزلمة العشير أروح عليه المصاري، ولا أروح لعنده الزلمة المصاري أروح عليه الصلاة وساي عبره؟ والحكام متلبيت يعني ما أنا عارفان الحكام أروح لهون ولا لهون. قال الحكام لا، الصلاة أفضل من المصاري، صلاة أهم، أنا بروح بصلي شو ما يصير بالآخر بيد بوري علم. الحاخام راح ساعة 7 صلى، خلص الصلاة ساعة 8، قال أنا أعرف بساوي شو بساوي، بروح على الكتاب، بروح على الموقف الكتاب منشوف إذا الزلمة لساته قاعد هونيك. راح الحاخام وصل هونيك ساعة 8:30، شاف الكتار راح، شو قال الزلمة؟ طلع على الكتار والمصاري. أوكي إذا هيك بده بوري علم، أنا عايش مع بوري علم، أنا عندي ديبار يوم بيومه، إن عود من اللي بده، إذا أنا بنتكل عليه على بوري علام، بوري علام ما لي ينساني. سو الحخام قاعد هونيك في بنك هونيك قاعد، الحخام مشان تعبان مشي هلا مسافة مشان يوصل لهونيك، قاعد هونيك 8:30 9، الحخام بده يقوم يروح، شافه العشير راقد لعنده، حخام ما تواخذني بيس سامحني يا حخام، هو عم بلهت تأخرت عليك وما تواخذني، كان عندي ظروف ما قدرت أجي. الحخام قال له مو مشكلة، وأنا كمان تأخرت مو مشكلة كلنا منيح. وقال له الحخام كل القصة، والعشير قال له كل القصة. العشير قال له بس يا حخام أنا الحق علي، أنا ما كنت لازم أخلي حخام مثلك يقابلني هون، أنا كنت لازم أعطيك مبارح بالليل شك يا حخام بليز، من كابود التوراة تبعي أنا ما عندي كابود الحخاميم، ومن شانك يا حخام ما بدي لا صور ولا شيء، والشك اللي بدي أعطيك مبارح بالليل واليوم بالصبح بسوي لك يا دبل، بس خذ يا حخام المصاري. الحخام أخذ الشك حطه بجيبه وراح. ربوتاي الربي من بونوفيش بلاش يقول هيك، بلاش يقول لحاله تصور إذا أنا روحت علي الصلاة ورحت لموقف القطار ساعة 7، العشير ما بيكون قاعد عشان تأخر، استنيته من 7 لـ9 وقلت لحالي ما لح يجي، وأنا بترك هو أي ساعة بيجي بشرف ساعة 9 بيجي، هو ما بيشوف حدا بيطلع على القطار بيروح، روحت علي الصلاة روحت علي المصاري، هون كسبت الصلاة كسبت المصاري. ليش؟ أنا أعيش مع بوري علم، أنا عايش مع بوري علام، ما بسرق مصاري من الناس، ما بكذب على التكسات تبعي، ما بنهب من الناس وما بكذب عليهم وبقول لهم هي بتسوى أكثر من ما لازم، لا، إذا أنا عايش مع بوري علام، بوري علام اللي خلقني، بوري علام اللي بيدير باله علي وأنا بنتكل عليه. نسيت أجيب المصحف، بس رب نحمن بالكتامو هران تنيانا تورا يدبت بيقول هونيك توب لو لأدم شلو يستمش بالسخل شلو. أوقات منيحة إنه إنسان ما يستعمل مخه، مش يعني أوقات منيحة إنسان ما يستعمل مخه، أوقات أوقات ربوتاي الإنسان أحسن له ما يسأل أسئلة على بوري علام وما يستعمل مخه، مشان متى ما بلش يسأل أسئلة الإيمونة تبعه بتروح ببوري علام. يا بوري علام روحت عليه الباص، شلون لح تساوي إنه الباص الثاني لح يجي وما أتأخر على الشغل؟ ما تسأل هدول أسئلة، شلون بدي الحق المصاريف تبعي؟ اذا انا بالزرع عم اطلع باخر الجمعه $500 شلون الحق المصاريف؟ قلت وش انت مع الاولاد؟ ما تسال هدول الاسئله. يا بوري علام ليش هيك صار بميرون 45 صديقين تهوريم ليش توفوا؟ ما تسال هدول الاسئله. ليش على فكره مين انت تسال هدول الاسئله وتقول ليش هيك صار؟ ليش مين فكر حالك يعني؟ انا بعرف ليش هيك صار، انا منشان كان في لشان راع ومنشان في حوسر سنيعوت وفي بريتسوت، ايش مين فكر حالك انت؟ فكر حالك البابا صارت تقول هيك شغلات؟ رب حيم كانيفسكي اوريدي قلنا اياها، نحن لا يدعيم حشبونات شماين، لحنا ما بنعرف ليش هيك ساوى بوري علام، وشو علينا نساوي؟ ما بعرف، كل واحد يسال حاله، ما تسالني شلون صار لحالك، صار لحالك انت، انا بعرف. ما انا بقدر اساعدك وما تلوم ولا واحد تاني، مثل ما قلنا امبارح بالليل، ما تلوم الشرطة وتلوم الزلمة التاني ويا ريت رحنا ويا ريت ما رحنا وكان في أكثر ناس السنة مشان هذيك السنة ما راحوا، ما تلوم ولا واحد، حشبونات شمايم ما حدا بيعرف، أوقات بيقول ربنا أحمد أوقات ما تستعمل مخك وتسأل أسئلة على بوري علام.
مثل ما بتعرفوا القصة المعروفة تبع الزلم الختيار اللي عاش 100 سنة، سألوه شو السر تبع انه عشت 100 سنة طولة الحياة؟ قال له مشان انا ما بسأل أسئلة على بوري عالم. قال له مشان هيك عمرك 100 سنة مشان هيك ما بتسأل أسئلة؟ قام مشان باللحظة اللي بسأل أسئلة على بوري عالم بيقول لي بوري عالم عندك أسئلة وأنا عندي أجوبة؟ قال عندي وأنا بجاوبك. أنا ما بسأل أسئلة على بوري عالم. مو علينا ربوتاي نسأل أسئلة ليش هيك صار. مكتوب بشيرة شيريم دودي يراد لقنو للكوت شوشانيم. نزل دودي بوري عالم للبستان تبعه منشان يختار وينقي الورد طلعوا لنا عنده. That's it. هيك لازم نعرف ليش هيك صار. بوري عالم هيك بده، مو علينا نعرف. تعرفوا ليش؟ باللحظة من بلش نسأل هدول الأسئلة الأمونات تبعنا تنزل، الأمونات تبعنا بوري عالم تنزل. لازم نشتغل على الأمونات نصل للمدرجة إنه ما يجوا هدول الأسئلة بمخنا. على أي لازم نشتغل ربوتاي؟ ليش جبت لكم هالمقدمة الصغيرة؟ عشان في باسوك بالباراشا تبعنا كي يموخ أحيخا ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אינסן ענדו שפת ארוד בישתגל עליה והלא מעם בלחק למסריף ובדו ביעה משאני ג'יב מסרי על בית באה. אוקיי, אינטה כוואחד מן עילתו איזה ביטלע בעידק תשתירי לארוד ותרג'ע לו יאה للملك الأولاني لصاحب الأرض الأولاني. منيح إنه تساويها. شو بتساوي بجأل؟ بتفدي أنت الأرض، بتساوي لك جأولا للأرض وترجع له إياها للأولاني. قبل ما نكمل وين شفناها هاي؟ نوم كمان جمعتين شبعوت. بوعز بوعز ربوتاي اشترى الأرض من نعومي صح، مع انه كان في بلوني الموني لازم ياخذها، بلوني الموني ما بده مشان ما بده يتجوز روت. ام بوعز اشترى الارض تبع نعومي وبنفس الوقت مع نعومي الارض جوز روت. ليش؟ مشان اذا واحد بيقدر يشتري الارض يرجع له اياها للاول زلمه هيك لازم يساوي، مشان دائما احسن الارض تضل بالعيله، ما تخليها تروح لواحد اجنبي، احسن الارض تضل بالعيله. شهاده باسوك وهي الاخات تبعنا بالبرشا. الاورح حييم كادوش بيقول واحد اللي ما عنده أرض، هل باسوك شلون بيتابع له بحياته؟ أنا ما عندي أرض، ما عندي ريل استيت، شلون بيتابع هالباسوك؟ إذا أنا بعت الأرض تبعي بيجي واحد من عائلتي، مو صرت بس أخي يعني، واحد من عائلتي ياخذ الأرض يشتريها من زلمة اللي أنا بعت له إياها بعتها ويرجع لي الأرض لإلي. بيقول له رح يمك كادوش كي يموخ أحيخة، إذا أخوك معتاز مصاري وما خار مع حزته وباع الأرض تبعه. ربوتاي بيقولوا رح يمك كادوش، مين باع الأرض تبعه؟ بوري عالم. بوري عالم بسببنا بالعفونات تبعنا باع الأرض تبعه، باع يروشلايم إرس إسرائيل، باع الأرض اللي قاعد كان عليها بيت المقداش اللي أنا عم بلعبوا ساكر فيها، باع البيت المقداش. وشو اللي احنا لازم نساوي؟ لحنا كقربة للملك للأخونا اللي باع الأرض شو لازم نساوي؟ لازم نشتريها ونرجع له إياها. فهمتوا ربوتاي؟ لازم نشتري الأرض. شلون واحد بيقدر يشتري الأرض؟ شلون واحد بيقدر يجيب المشيح ويعمر بيت المقداش من أول جديد ويرجعنا بوري عالم يرشلايم وإسرائيل؟ قديش ما قوينا الأمونات تبعنا بوري عالم وحاجة نسأل الأسئلة ليش هيك عم بيساوي بوري عالم، منعلي اسمه بوري عالم أكتر. تعرفوا ليش ربوتاي؟ مش احنا شراكة، لحنا بوري عالم شراكة، لحنا بدنا اياه وهو بده ايانا، لحنا منساعده هو بيساعدنا، مع بعض لحنا شراكة. لحنا لازم نعلي لبوري عالم لفوق بعدين هو بيعادينا لفوق. بدي اقرا لكم كلامه لأورحيما كادوش. بيقول أورحيما كادوش كل واحد لازم يسأل سؤال بنفسه. הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם. עשבק הק חייתק עד ברת ירושלים בית המקדש. ענדק משקל כל יום. תעשבק הק לחיית
ומה יערב לכם מהחיים בעולם זולת החברה העליונה? איזה מה ענדק בורי עולם בחייתק? שום תסווק אל חיית. אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם ואלוהי עולם. כנעדים בבית המקדש. פי שלום בכל העולם. מענה וג'ערס. بس بوري عالم بالمشاكل اللي احنا سببنا وبالعبرات اللي احنا سببنا مشان ما كان عندنا امونه في واحسن لنا نعبد العبودات الاجنبيه العبودات زرا مو بوري عالم الامونه تبعنا خفت بوري عالم بوري عالم باع الارض تبعه بيقول بوري عالم عجبك هيك الحياه عجبك عجبك تقعد برات يروشلايم ما بنحكي انه اذا واحد قاعد برات يروشلايم بامريكا مو منيح واذا قاعد باسرائيل منيح لا طول ما ما في بيت المقدس كلنا بالجالوت حتى اللي قاعدين باسرائيل اسمهم بالجالوت لسه اذا ما في بيت المقدس ما عنده بوري عالم الارض تبعه تصوروا بوري عالم عم ينتكل علينا دافيد بروخيم باقيم بوري عالم عم ينتكل علينا تعال احنا نشتري الارض تبعه بوري عالم اشتري الارض تبعك انت لحالك شو بدك فيني بيقول ما بقدر انا شراكه معك انا عم بتذكر عليك انت مجبور تشتري الارض ترجع لي اياها الي مشان انا بعتها من شانك انا بعت الارض وخربت بيت المقدس احسن ما اخرب عم اسرائيل سو مشان انا خربت بيتي وبعت الارض تبعي بسببك انت هلا عليك المسؤوليه تشتري الارض ترجع لي اياها ربوتاي وقلنا احنا من زمان شو بيقول نعم الملك لما الولد بيكون صغير دائما ملزوم مع اهله صح أهله بيشتولوا بيطعموه بيشربوه بيعطوه إنه أواعي وعنده مطرح ينام مشان لساته صغير بيتكل على أبوه وأمه لما يكبر بيفكر حاله هلا ما شاء الله هلا كبر بدل أنا ما لازم لا أبي ولا أمي بشتغل لحالي بعيش لحالي بنتكل على حالي بيجيب مصاري لحالي ليش؟ كبر قديش ما كبر بيبعد من أبوه وأمه بيقول نعم إلي ملك لحنا نجي على العلام نشتغل على الامونات تبعنا بوري علام من اول امونه ومنتكل على بوري علام ومتعلم توراه ومتسايم مزوت مع عاصم توبيم بد قديش ما كبرنا نبعد من بوري علام المعنى قديش ما غرقنا بهالدنيا وفكرنا انه هالدنيا هالدنيا وبس نبعد شوي شوي من بوري علام وما عاد منتكل عليه شو بيقولنا بوري علام البارشه تبعنا كيلي هارت الارض تابعي شو الارض تبعك يا بوري علام البيت انا شريته من اللي باعني اياه عندي الديد ليكو الديد شايف الديد ليكو السي اوف او هتبعي انا اخذته يا بوري علام والبوري علام مع كل احترامي لك ام سوري لا بيتك ولا الارض تبعك اللي بتجيب له الجاردنر يساوي لا 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 هذا مو لك ولا شيء اللي عندك إلك كيلي هارس بد قديش ما غرقت بهالدنيا ورقدت ورا هالدنيا وبتفكر بس هالدنيا وبس تبعد انت من بوري علام وبتخفف انت الامونات تبعك ببوري علام بس معك كل هاي شوفوا قديش ربوتا قديش بيحبنا بوري علام اشتغلنا على الامونات تبعنا وما قدرنا نشتغل على الامونات تبعنا والامونات تبعنا خفيفة ببوري علام مع كل هاي شو بيقلنا بوري علام בלפרשת בחוקותיי, פרשת הבענה, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם. מה כל משקל תבעו, ולווג'ע רס, ולחנה מנעסבו לבורי עולם אקטר ממרה. אוהו, עדש מנעסבו לאבונה בשמיים. בס מה כל היי, בורי עולם ביעול, לסבח בקון, לסבדיאקון, ולסה אנה רב כתבעכון, לא מאסתים ולא געתים, פרג'וני בלעולם, פרג'וני בלעולם, אבינו שבשמיים, חדה מבורי עולם אין עוד מלבדו, מעכיל אל עוונות אל עברות לחם נצאי, בורי עולם רדי, ועם בסתננה, הנה אני, אלה עם בסתנקון, לבב מפתוח לאלכון, בס רגע לעמדי, משל אוהת לחנה מנסה בורי עולם, בס הוא אבד על מה בנסנה, هيك بيقول بيت أهارون ربي أهارون مكارلين لفعاميم نحن شوخيم عطو أبل هو لعلام لا شوخيح أتانو بس عم بستنى شغلة واحدة منا إيمونة اشتغل على الإيمونة تبعك قوي قلبك فيني قوي الإيمونة تبعك فيني ما تسأل المشاكل بكل شغلة عم بتصير معك بالحياة دغري بتلحشة علي ما تسأل أسئلة على بوري علام
רבותיי, שום מכתוב בפסוק, אם בחוקותיי תלכו. תלכו יעני, תומשו בתראי. תלכו באור רבי מסלונים, תלכו בצעוי כלמת כותל, שלון. תלכו בתנכתב, תף, למד, חף, וו. בצעי כמן כלמת כותל, שעני כותל. לא, מוטבע ירושלים. שעני כותל. חית. Not bad. Not too shabby. רבותיי, כותל יעני חית. בייל לך רבי מסלונים. אוהת واحد عم بيمشي بطريق بوري عالم عم بيقوي قلبه بالامونه ببوري عالم عم يتعلم تراب بس شايف في كوتل تلاخو عم بيمشي بطريق بوري عالم بس اوقات في كوتل في حاجز بوشه شو الحاجز مشاكل كورونا الشغله اللي صارت يوم الخميس كل اسئله اللي عنده على بوري عالم شلون بدك يعني امن فيك شلون بدك يعني يا بوري عالم امن فيك مع كل مشاكل اللي بالدنيا شلون بدك يعني امن فيك بيقول بوري علام بس اذا مع كل مشاكل اللي عم بتصير وعندك الكوتل والحاجز بحياتك ولسه بتامن فيني تقلب كلمه كوتل لكلمه كلوت شعني كلوت هي صعبه لا 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 هذيك كلوت مع كوف هي خاف ربوتاي شعني كلمه كلوت بعطيكم رمز نخسفا وגם كالتا ايه بنقولها كل يوم من حاب التهليل شو يعني كالتا يعني انا بحبك للدرجه اللي روحي بتطلع من جسمي بطلع عليك وما عاد فيني نفس كبياخل هيك عم بيقول بوري علام حتى اذا عندك الحاجز وعندك المشاكل والامونات تبعك خفيفه بس عم تنتكل علي انا دائما بحبك لساتني بحبك لما كالوت كيلو حسب الشرم استغفر الله نقولها بس كيلو بوري عالم بيقول ان شمالي موجوده فيني كيلو طالع من جسمي من كثر المحبه والشوق اللي عندي انا من شانك ما بقدر اتحمل بيقول بوري عالم فرجيني انت كمان عندك نفس الشيء لي لما عندك الحاجز وعندك المشاكل وجع راس والاسئله على بوري عالم ايش عم بيصير بس بتقوي قلبك بتقول امونه بتحون فيني وبتفرجيني كالوت نفس بتفرجيني انت سابتك بتحبني بعدين انا بعمل لك البيت المقدس نحن شراكه نحن بدنا بعضنا نحن شراكه في عندنا باسوك بالبراشه تبعنا اللي بيقول كي جريم وتوشابيم اتم عمادي ابو تاش يعني سايح يعني واحد اكثر من سايح سواح سياح سواح 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 اوكي طب سواح بيقول بوري علام كي جارين وتوشابيم اتم عمادي لحنا مع بعض سواح هون انا سايح وانت سايح انه لحنا سايح بهالدنيا مفهومه ليش مشان اذا ما عندنا بيت المقدس يروشلايم كل واحد سايح كل واحد ضايع بهالدنيا شو قصده بوري علام وانا سايح كمان تعرفوا اذا واحد بيروح لبلد اللي ما بيعرفه مثلا واحد امريكاني بيروح لاسرائيل ما بيعرف عبراني بيوقف واحد تبع التاكسي بيقول له اكسكيوز مي ادوني مونيت يو هاف مونيت طلع عليه بيقول له شو العبراني تبعك عبراني مكسر بحس حاله غريب بالارض اللي مو له اما اذا هذا الغريب السايح بيشوف واحد سايح مثله شو بيحس اوكي اثنيناتنا ضايعين يلا مو مشكله يقول بوري عالم انت ضايع بهالدنيا ما عندك بيت المقدس رشتايم وانا كمان ضايع الشخينات تبعي تنشطت من مطرح لمطرح ضايعه ما عندي بيت اقعد فيه انا سايح وانت سايح جريم اتم عمادي ابد عمادي يعني مع بعض احنا مع بعض سو احسن مو احسن احنا نشتغل مع بعض شراكه انت تساعدني وانا ساعدك تعرفوا ربوتاي لما كنا اولاد صغار ابرت بتذكرها هي ابرت تم في ريمبر ذس لما كنا اولاد صغار كان في كوميرشال يعني دعايه بالتلفزيون تبع واحد سموكي ذا بير سموكي ذا بير بيقول لك اونلي يو كان بريفنت فورست فايرز ريمبر ذات ابرت الكون يا هلا واحد اللي ما شاف الدعايه كان في واحد دب ايمت هو دب يعني لعبه بشكل دب
او بالثمانينات كان في كتير ناس عم بيدخنوا عم بيلحشوا السيجارات تبعهم بالارض وعم بيساوي حريقه. وطلع هو على التلفزيون وبيقول له كل الناس هونيك بالتلفزيون عم تفرج على الدعايه بس انت بتقدر توقف الحريقه، بس انت المعنى السيجاره تبعك ما تنحشها بالطريق، تفيها بعدين الحشا بطريق بس الحشا بزباله، بس انت ما تنحشى على ولا واحد تاني، بس انت المسؤوليه فيك. اذا بنقدر ناخذ هات سموكي ذا بير الدب وانطبع على الشعور تبعنا، بس انت بتقدر تطلع بورع علام الجالوت، بس انت ولا واحد تاني، ما تنحشى على ولا واحد تاني، بلحق عليه وبلحق على شنارا وبلحق على البريتسوت وبلحق على انه كان في كتير، ما تنحشى على ولا واحد، الحشة على حالك. بس انت شو ما انت تقدر تشتغل بنفسك انت اشتغل. بس المشكلة مثل ما قلنا واحد بيجي على هالعلام وبيغرق بالعلام. ربوتاي واحد عنده بيت اوكي، اشترى بيت بده يدهنه اي لون اللي بيعجبه، او لازم يسأل مرته، بس لازم اي لون اللي بتعجبه مرته، باي لون الفرش يفرش البيت، مين ما راح تروح لعند كباريتي بيشتري لك بتشتري الفرنتشر احلى فرنتشر، دهن البيت ان شاء الله تهدوا البيت بيتك بيحق لك. ينوت حتى اذا انت عم تستاجر بيت، اذا اللاندلورد بيخليك دهن البيت شو ما بدك، تجيب الفرش، تغير المطبخ، هي بتقدر. تصوروا واحد راح على الاوتيل، سامي اسمعي، واحد راح على الورلد اوف استوريا، راح لاوضه 409 قاعد هونيك بقى 409، طلع بالأوضة ما عجبته، تاني نهار الزلمة بفرونت ديسك بيشوف دهانين عم بيطلعوا وبيشوف ناس عندهم فرش جديد وكونتراكتر ومعمرجي بيقول لهم اكسكيوز مي وين رايحين؟ رايحين لأوضة 409. اوكي بس شو عم تساوي هونيك؟ رايحين ندهن الأوضة. شو دهن الأوضة؟ قاعدين بالأوتيل، وين دهن الأوضة؟ هو بعتنا. طب اوكي هو بعتكم؟ بيطلع لعنده، بيطلع لعنده على الاوضه، اكسكيوز مي شو عم بتساوي؟ ما عجبني لون الحيط، دهن لون الحيط. بس مو اوضتك. شو مو اوضتي؟ انا دفعت الاجره بالليله، كل ليله انا بدفع لكم الاجره. شو كمان بدك تساوي؟ بدي اهد الحيط هون ما عجبني، بدي احط، بدي اغير اللمبه، بدي اغير الضوء، بدي اغير كل شيء بالاوضه. بس يا حبيبي الاوضه مو الك، شو الاوضه مو الي؟ انا عم بدفع الايجار. شو بدي افهمك يا الاوضه مو الك، انت عم تستاجر مننا، انت الاوضه مو الك، اذا كانت الاوتيل كان الك انت حر، الاوضه مو الك، ما بتقدر تساوي شو ما بيجي على بالك. هذا المشال، ان مشال الدرس العلم، واحد بيجي على هالدنيا عيونه مو عيونه، تمه مو تمه، الودان مو ودانه، ايديه ورجليه جسمه مو تبعه. شو يعني هدول ايه؟ أصابيعنا عم بحركهم، رجلي رجلين عم بحركهم. حبيبي أنت ما عم تحرك شيء، كليها أرض بيقول بوري علام، الأرض هي ملكي أنا 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 أنا، جسمك نفسك روحك كل شيء اللي عندك بإيدي، أنت ما بدك تساوي شيء. الشغلة الوحيدة بدك تساوي تقوي الإيمونات تبعك فيني. لما تقوي الإيمونات تبعك فيني ولحنا كشراكة، بعدين بتعرف انه الايدين مو تبعك والجسم مو تبعك والارض، حتى الارض اللي انت عم تمشيها ركعها ارس على مايم، حتى الارض اللي عم تمشي عليها كل يوم الارض مو تبعك. لكن بتعرفوا ربوتاي شو بيوصلنا بوري علم الفراشات تبعنا؟ بعد 50 سنة باليوبيه لازم كل اراضي يرجعوا للساحب الاولاني. بس ليش؟ ليش انا شريت الارض؟ الارض مو تبعك، الارض مو تبعك، حياتك مو حياتك. ועני שכה שבכל יום אמנו חיינו המסורים בידיך ועני שמותינו הפקודות לך. הד חיית מוטבעק, נשמה מוטבעק. שלון אם אתה עם תחלי חלק את סאי שום מה יכתור על הבאלק בלגוף ולעתק בורי עולם. استعمل ايديك ومجي على بالك ورجليك وتروح للمطارح اللي حرام تروح لهم. ليش؟ على كيفي مو على كيفك. كليها ارتس. قوي الايمونات تبعك ببورع علام، انه انت جيت على الدنيا بس مشان تعبد بورع علام وبس. هلا ربوتات بدي اقول لكم شغله اللي بضحك كثير، انا لما شفتها ضحكتني، ان شاء الله تعجبكم. في مشناه باخر مسخه جتين
בית שמאי ובית הלל. אם תביחאל לו רג'ל יטלק מרתו, שלא נדע. בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה. מה יטלק מרתו? אלא איזה שאף יהיה שכלי עטל. מה שכלי עטל? יעני בשעה, חס ושלום. יעני בתזני, בתחון, היי שכלי עטל. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו. בית הלל ביאולו, איזה חרית לו טבחה בידר יטלעה. שמע ישראל. איזה היק לכאן כל אחד כל יום בטלע. שו בית הלל הם ביאולו? איזה ואחד מלטו חרית לו טבחה תבעו, ביחל לו יטלעה. אלה רבותיי. ביאול מהרם מלובלין, פי רמז עזים. רמז עזים. בהלמשנה. مرة مثلا طبخت مجدرة لجوزها اوكي الطنجرة حطتها على النار اكثر من الوقت اللي لازم احترقت الطبخة مرة منيحة تعطي الشقفة اللي مانا محروقة لجوزها وبتاكل هي المحروق مرة الوسط تاكل طول بالك طول بالك خلينا نحكي بس الله خليك بس بدل ما انسى مرة الوسط تاكل هي وجوزها المحروق مرة البومة تعطي المحروق لجوزة وبتاكل هي المنيح ربوتاي ربوتاي اسمعوا اسمعوا شو صار واحد عنده مشاكل بالأمونة بيشوف انه في مشاكل بالعلام أسئلة اللي ما عنده أجوبة عليها الأمونة تبعه بتخف ببوري عولام في ثلاث أنواع ناس في الزلمة اللي هو مثل المرة المنيحة اللي بيقول يا بوري علام مع كل مشاكل وكل وجع راس وكل الضيقة والعذاب الحياة أنا لح أكون مرة المنيحة لح أعطيك بس المنيح لح أعطيك بس المنيح لح أقوي الأمونة تبعي بوري علام فيك لح أتعلم تورا لح أروح الشعوري مع أنه المتساب على بنين في مشاكل وما في برناسة بس مع كل هاي أنا مرة منيحة كان احنا مرته لبوري علام كبياخذ لح ضل ماشي معك منيح في مره وسط يوم بروح الصلاه يوم ما بروح الصلاه يوم بروح الشعور يوم ما بروح الشعور بوري علام احنا شراكه انت عم تعزمني ملح علي انت عم تعزمني انت عم تبعث لي مشاكل يوم بعطيك تورا يوم ما بعطيك تورا في مره بومه عندها مشاكل بالامونه ما في برنسا في وجع راس يا بوري علام ليش اروح الشعور ليش؟ اللي ليش أروح الشعور؟ المشاكل عم تبعث لي ليش أأمن فيك وأروح الشعور؟ ليش؟ هي اسمها مرة منيحة وش بيقول؟ هي اسمها مرة بومة دب ساوي إيرنينج ما تخاف هي مرة هي اسمها مرة بومة إذا مرة بومة شو بتقول شو بيقولوا بيت الليل طلقها لهي المرة لما حرقت له طبخة تبعه تبعه إله معنى طبخة تبع بوري علام حرقت له الطبخ عم تحرق له الطبخه تبع بوري علام المعنى الامونات تبعك بوري علام عم بتخف كثير بس بيت الليل بيقولوا شو معلش الرجال يطلق مرته اللي احنا شو تعلمنا قبل كم دقيقه مع كل هاي شو بيقول بوري علام لو ما استيم بلوقي على التيم لخلو تام لهفيد بريتي التام بوري علام بيقول انا ما بمشي ورا رأي بيت الليل انا ما بطلع اليهود ابدا ابدا انا ما بطلع اليهود لو كانوا مرة منيحة وسط بومة تحرق الطبخة ما بتحرق الطبخة منيحة مو منيحة انا دائما بضل مع عمي السائر ربوتاي وبهم نخلص كان في ربي ابراهام موشي غروسمن من يروشلايم زيخ صديق الكادوش لبراخه كان عنده المنهاج بيروشلايم انه كل شبات يخلي الباب البيت تبعه مفتوح ما يقفله يقول له لعائلته انا عندي امونه بوري علام كل شيء رح يكون منيح كل شيء يكون منيح عادين احنا ما بتعرف مين رح يفوت على الاوضه عندي أمونة بوري علام كل شيء لح يكون منيح طب ربوتاي كان في يوم شبات واحد اللي خلى الأوضة تبعه الباب البيت تبعه مفتوح ما قفله راح هو وعيلته لشبع براخوت ليل شبات جمعة بالليل راحوا
שבע ברכות, וחלו לבא מפתוח. רג'עו מן שבע ברכות, הוא ומרתו ולולדו, אל מרה אבל מה תטלע מדרג עלת לרג'וזה, רוח אנת אוול, חססני אלבי, אינו פאטו על בית וסרעו. תלע אנת ואבני, תלע אנת ולולד. طلع هو ابنه ابنه شاف انه الباب مفتوح قال له يا ابي شو سويت مو قلنا لك تسكر الباب البيت هلا سرقوا كل شيء قال له الاب قال له فوت انت عندك امونه بورع علام تنتكل على بورع علام فوت وبتشوف ما دقوا ولا شيء بالاوضه بالبيت فات الولد على البيت المره لحقته الاب فات ربيع ابراهام موشي فات على الاوضه شافوا انه ولا شيء بالبيت دقوا ولا شيء بالبيت شو صار ربوتاي منشان الحخام دائما بيخلي الباب البيت مفتوح مو مفتوح على الخالص مفتوح ما مقفول الحراميه اجوا بلشوا يسر بلشوا يفكفكوا شو يساووا يفكوا المنعول يعني هي القفل بلشوا يفكوه ما يفكوه بعدين بعد ما فكوه شافوا انه بالاول ما كان مقفول شو قالوا اه يمكن في ناس بالبيت إذا في ناس بالبيت هربوا بعد ما فكوا كل قفل فكر ما في ناس بالبيت هربوا قال لهم شفتوا واحد اللي بنتكل على بوري علام احنا ما عم نقول هلا انه واحد يخلي باب بيته مفتوح لا ابدا حط له قفل واحلى احسن قفل لا خصوصي ببروكلين لا بس عم نقول يعني لوين بتصل ربوتاي لوين بتصل المدريغال ايمونات تبعك ببوري علام تخلصكم مع الشغلتين إذا بتعطوني عنا 8 دقائق إذا بتعطوني الوقت خلصكم على الشغلتين في جمرة مسيغة جتين دف سمحت شلموها ملك دو يمسكو لملك خشديم اسمه أشمداي دو يمسكو دو يعرف وين الدودة مشان يقص الحجر تبع بيت المقدس والزلمة الزلمة الوحيد اللي بيعرف السر وين الحي وين الدودة هاي هو أشمداي ملك خشديم تقول جمارة بعد شلمو هالملك الوزير تبعه بنايا وبن يهدع قال له روح امسك لي اياه لهاد أشمداي ملك خشديم مسكه بالآخر شو تمسكه لواحد شيد ما بعرف قرأ له كم شيم قرأ له كم اسم بالآخر مسكوه حطوه بجنازير عم بيمشوا بطريق بروشلايم تقول جمارة هن عم بيمشوا بطريق بروشلايم مرة قدام سكندرجي وسمع أشمداي واحد اجى لعند اسكندرجي وقال له بدي اياك تساوي لي صباط اللي بيضل معي 7 سنين واشمداي ملك الشديم بلش يضحك بناياهو ضل ساكت لما وصلوا هن على القصر تبع شلموها الملك اجى بناياهو وقال له لاشمداي ملك الشديم لما كنا قدام الزلمه اللي بيساوي الصبابيط ليش ضحكت قال له منشان هو بده الصباط يلقى معه 7 سنين بس ما نو عرفان انه باقي له بس 7 ايام بهالدنيا يعيش ربوتاي اللي احنا راقدين ورا هالدنيا بقيمات راقدين على شو راقدين على شو راقدين كل واحد بده يكون اشطر من الثاني وعنده غيره وبده يسرق من الثاني على شو اللي احنا بنعرف حسب الشلوم شلون ضاع امتى اخر يوم بحياتنا مين عنده بالتحون كل الأد 100% مع عنا إنا بقولية الشعور لازم يكون عنا إيمونة بوري علام بوري عم بطولنا حياتنا إيه بس مين عنده إيمونة مين عنده بالتحون مو إيمونة مين عنده بالتحون ثقة بنفسه إنه بكرة لح يضل عايش ما أنا جاي أخوفكم ما أنا جاي بالعكس جاي أفتحكم عيونكم وأفتح عيوني كمان أنا ونبه حالي إنه ولا واحد عنده هل بيتحون لح يضل عايش للأبد الشغل الوحيد اللي عنا بوري علم هي الإيمونة الشغل الوحيد اللي عنا بوري علم هي الإيمونة ربوتاي نقوي حالنا بالإيمونة تعرفوا ليش إذا واحد ما عنده إيمونة بوري علم الغيرة والسنقة تقتله نفساني بيشوف جاره عمر بيت حلو بيجي هو بيعمر بيت احلى من جاره بيشوف انه جاره عنده الاكستنشن بيقول يا بوري علام ليش هيك عم تساوي معي ليش ما تعطيني كمان اكستنشن مثله الاسئله على ربك رح يجننوك اذا ما عندك ايمونة بوري علام رح يجننوك الاسئله اللي عندك على ربك بدي اقول لك ربوتاي شو صار يوم الخميس اللي فات لك بعمر كنت انا وصاحبي بالسياره تبعه وكان عندنا فلات تاير
بنش يعني بفتاير يعني بنشر الدولاب. الدولاب بنشر. شفنا واحد باروخ الشيم حطيت على جوجل، شفنا واحد 24 ساعة فاتح بغير الدواليب. جينا لعنده الدولاب بقيمات كان على بانيم، يعني على بانيم is not the word، يعني مو بس بخواج، الدولاب كله مثل جبنة مشللة، كل الدولاب كله راح. طلعت أنا بالزلم اللي بغير الدواليب، بغير الدولاب، قلت له it's bad right دولاب بوم. قال لي هلا أنا بدي أقول لك بكلامك إنه أنت عم تقول دولاب بوم، بدي أقول لك أحلى مثل اللي أنا عندي بحياتي. جوي السوداني كوش هيك قال لي، قال لي اسمع هالمثل، في مثل بيقول كنت دائما أنا بنق على الصبات تبعي تا شفت واحد بلا رجلين. قلت له شو قصدك بالكلام؟ قال لي دائما بالحياة في أبشع من شغلة اللي أنت ما عارف فيها هلا. كنت أنق دائما على الصبات تبعي تا شفت واحد بلا صباط بلا رجلين. قال لي أنت خايف وانت اكل هم على الدولاب. باروخ هشام عندك سياره؟ ما قال لي باروخ هشام، قال لي لا عندك سياره، قال لي انا شفت ابوان من اللي عم بيصير معك هلا، موسار، اكبر موسار، واحد من اكبر موسار تعلمته بحياتي من واحد اللي بيصلح دواليب بنص الليل. كل شيء اللي عم بيمر معك بالحياه بيقدر يكون ابوان وابشع. تشكر ربك انه عندك حياه، إنه عندك اليوم اللي عايش فيه، مشان مين قال اللي حيكون عندك كمان أيام؟ ميش برا يوم برا برنساتو، على شو أكل هم؟ ما في برنسة؟ ما في مصاري؟ ضل عندك أمونة بوري علام اللي خلقك ما لح يتركك، اللي خلقك ما لح ينساك، دائما لح يكون في حزب شرم أبوام وأبوام. ضل عايش كل يوم يوم وعيش بيوم، باروخ أدوناي لعلام. Amen ve amen.